تظاهرات المحاضرين المجانيين الذين يتظاهرون الآن في العاصمة للمطالبة بحقوقهم وتثبيتهم على ملاك وزارة التربية. راح نلتقي بهم ونشوف آراهم وين وصلت مطالبهم. خليكم ويانا. تجي للمدارس تشوف فيها 20 واحد عامل خدمة ومدير واحد ومعلم واحد، لو معلمين تشوفهم كادر صحيح والباقي كلهم محاضرين معلمين. اقل ما هسه اللي شايلين العمليه التربويه هم اخواننا المحاضرين. نحن من اطراف بغداد، جميع المدارس يسد شواغر المحاضرين. اذا جلس المحاضرين من يبقى لهؤلاء التلاميذ؟ كل مدرسه فيها 1000 و1000 ونص 1500 تلميذ، فيها 15 محاضر. لذلك ندائنا الاخير الى السيد رئيس الوزراء، إنها الفرصة الأخيرة، إذا لم يجد حل سريع خلال هذا اليوم سوف تكون ثورة أقصاها يوم غد، وتلتحق جميع المحافظات من الوسط إلى الجنوب إلى هذا المكان. المحاضرين قالوا ما في الكفاية، إحنا اليوم متضامنين مع المحاضرين، واجب علينا أن نساندهم لين ما حاصل على حقوقهم. إحنا داومنا على أساس أنه تعالوا داوموا بالمجان وخدموا الدولة ولكم أولوية بالتثبيت. إحنا صارنا 5 و6 سنوات، أقل واحد عنده 3 سنوات هو محاضر. تفاجئنا بالموازنة أن إحنا ما أنفذ شيء، يعني أنه كل النواب رحنا لهم وقابلناهم وما خلينا لا وزير ولا خلينا طيب سامي ولا خلينا وزير اللجنة النيابية، ماكو. الاخر شيء بالموازنة نتفاجئ ان احنا الفقرة مالتنا محذوفة. اشمعنا الفقرات كلها مشت ما عدا فقرة المحاضرين؟ ليش؟ نعم اعزائنا مشاهدينا الاكارم، مثل ما شاهدتوا هذه الاعراب بخصوص محاضري وزارة التربية وتظاهراتهم في العاصمة بغداد وبقية المحافظات للمطالبة بحقوقهم وتثبيتهم على ملاك وزارة التربية. نتمنى أن الرسالة قد وصلت للجهات المعنية للنظر بهذه المطالب.